هلو ايفري ون اي ام باك مع ضيف اليوم. هاي الانترو كثير حلوه. جبت لكم عمر تايم. كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم اليوم عمر انا عمر رح اختار زوج من اليوتيوبر. يس يس. فانا طبعا وكلت لانه هو ما شاء الله عليه يعني خبير خطاب. خطاب انا خطاب خطاب ابو جميل. ابو جميل نايس. اوكي يس انا خطاب ابو جميل. فاليوم ابو جميل حينقلها فصل الشاحن. زوجني يلا ياي واخيرا راح اتزوج. اوكي ايش الخانات اللي عندنا اليوم صبا؟ اشرحيهم. هذا مبدئيا عمر هو اللي حط صور واحط كل شيء. اوكي عندنا اول شيء الزوج هذا الشيء اللي هو فخم يعني بعدين زوج احتياط عشان زوج هو الفخم؟ المفروض صح؟ بعرف بحس الاخ هو الفخم. عشان ببعد عنك. عنا زوج احتياط عشان إذا ذاك مات في واحد سبير. في عنا صديق وفي عنا أخ. في عنا فراغ. ليه فراغ؟ عدم ما في إشي. يعني he's nothing. ولا إشي بس خلاص ما بستاهل لقب حتى. أوكي يعني أنت حاسس إنه في ناس. هو أنا صراحة كنت بدي أحط لك زوج أول زوج ثاني زوج ثالث زي ما عملت عندي بس حسيت إنه ما بتزبط. طبعا يا جماعة احنا عملنا اوريدي فيديو عند عمر على قناة تحط لكم هز لينك بالدسكريبشن في سلسلة الزواج صار اه عملنا اختار انا اخترت لعمر زوجاته هلا الدور اوكي نبلش ليتس جو انا اول شخص اليوم انس مروة. انس مروة متزوج. اوكي بس شاب فخم يا فخم جميل عنده بيت عنده سيارة. انت عم بتحطني under pressure. لا انس مروة توترت انا. صلا I love you انس I love you اخوي يعني يا جماعة شوف انس مروة كثير بني ادم سفاح ما شاء الله عليه بس يعني as a brother زوج احتياط. اوكي اوكي ويت صديق ولا اخ؟ اخ طبعا مش صديق لانه هو اكبر مني اصلا فبعتبره زي elder brother. اوكي you know? انا الشخص الثاني شو نعمل من حماس حماس اوكي جايبك اجمل شب العالم احلى شب العالم عندي لحيه لحيته فخمه كثير بس مشكلته الوحيده اها انه لما يجي يعمل هاي فايف كل حد بيطنشه. اوكي عندنا احمد النشيط. ايش ارانا باحمد النشيط؟ زوج لا يعني نشيط لايك بحسه عنده حدا في حياته اي ثينك جد؟ يا مش عارفه اظن اتوقع هيك يكون في بنت هيك تعطي هاي فايف تضل تعمل هاي فايف هيك لا هي اللي بتعمل هاي فايف اه صح هي اللي بتحبه اه هي عشان هيك هو ما بزعل لما هي البنت اللي بتحبه اللي بتضل تعطي هاي فايف فراح احطه بخانة صديق يعني ممكن نعمل بزنس تبع بحسك بتجامله بدك تحط انس مروة اخ لا مو بحطه في الفراغ باي احمد النشيط لايك هاي فايف هاف مني لك حتى صورة سحبت عليك نيكست عنا ابو جبراي جبراي عبود كتكوت يا كتكوت كتو كيوت يا عبود شاب اي ثينك بحطه بخانة زوج احتياط زوج الاحتياط لازم يكون معه مصاري صراحة. لا الزوج الاول اللي معه مصاري عشان لما يموت بتاخذ فلوس وبتتزوج اللي بدك اياه برو او ماي جاد اوكي لا والله عن جد يا طيب اوكي اول واحد بيكون معه فلوس اوكي ممكن احطه زوج احتياط طيب ماشي والله مرتب عبود كفو عبود كفو والله ربحت مرتبة الزوج الاحتياط next one is برهوم يا الله مش قال برهوم لك برهوم زير نساء رهيب يعني عادي بدخل على البنت انه كيفك يا باشا انت بتطلع حلوه اليوم انت بتجنني عادي بحكي هاي الجمله لمليون بنت ما حاحكي رايي انا حضل ساكت يا راح احطه بالفراغ فراغ نيكست فينا دايلر اسمعوا دايلر يعني طالع شكفه دايلر مالنا صراحه هو حلو دايلر حلو بس اي ثينك انه هو مصاحب هذيك الحلوه طالعه بالفيديوهات عادي طيب مش بتقدر يعني ممكن احطه صديق انت يا صبا انت فاهمه شيء غلط في فكره فهميتها غلط ايه انه الشاب كونه مصاحب او متزوج لا يعني انه not available عادي ما هو لانه مصاحب ممكن يكون as my friend لما هذيك تتركه لا بس انا لو مصاحب عادي بكون كمان بدور عن بنات جداد
هيك الشباب عقلنا غير برو. لا انت هيك. لا كل الشباب هيك. اوكي شباب لا عاد كلهم راح امسكهم واحطهم بالفراغ. شباب اكتبوا بالتعليقات لما تكون مصاحب بنت او متزوج هل تبحث عن زوجة جديدة ولا لا. او ماي جاد عن جد انتوا هيك؟ كل الشباب هيك. ليش احنا لويال لكم انتوا زي اسمع ليه بدي احط صديق؟ لانه الصديق ممكن يرتفع لمرتبة زوج. الاخ ممكن يصير زوج. الشخص الجاي يا مين هاد؟ احسن زوج بالدنيا. مين هاد؟ مو فلوج هذا. ليك شكله هون طالع. زوج مثالي، جد الزوج المثالي هذا، عشان لما يموت تاخذ لامبورغيني، رولز رويس، بيت. اه والله هو. بعدين والله. ايش؟ اخته حلوه. بعدين بتضبطي له اخته وتزوجها. نايس وان. مو فلوج يعني صراحه هيز نوت ماي تايب. بالشكل. طيب بس معه فلوس. حتى ولو. في احتماليه كبيره يموت، الناس اللي معهم فلوس بتموت بسرعه. طب احط زوج. يا عشان ممكن يعمل حادث باللامبورغيني ويموت وتاخذ سيارته. دون والله انه انت على فكره انت خطاب رهيب. سو نيكست مين هذا البطل؟ عندنا شيرو. لا انا صراحه بحسه لطيف. يا هو هيك ما تحسي ما دخل بالدنيا هيك عادي. يا على فكره الناس اللي زي هيك كثير بينفع يكونوا اصدقاء. اه عشان عنده كثير خوات وبكون بالزبط. هيك بعرف هيك بتعرف كيف يواسيك وهيك. وكثير بعرف ناس وممكن يظبط لي زوج. لا اكل اكبر فرنزر على وجه الارض هلا اوكي برو عادي لا حطك ما بدك اياها بدك واحده احسن نيكست الشاب الجاي غيثانيتو غيث مروان سفاح صراحه بخاف احط زوج بدون ما افكر يا بس بخاف اكون مصاحب بعدين صاحب تعمل رده فعل على يوتيوب تهاجمني سرقت زوج المستقبل مش عارفه شو رايك ايش حط زوج احتياط ولا زوج ندرس الموضوع صح اوكي هذا الموضوع بده دراسه لانه صراحه ما بتفرط في شيء اوكي غير لو نحط زوج حيموت حط صديق هاي فايب بس احنا حاطين شيرو غير في نفس الخانه بدك تعمل خانه جديده لغير لازم نحط الحال اوكي عملنا خط جديد لغيث بس هيك غيث اوكي نيكست عندنا رضا رضا تبع سديم يا رضا اشوفها هيز نايس بحبها شوف ايش تنصحني اسمع انت احكي لي رضا تتزوجي لازم يجي معه سبتايتلز صراحه رح اعاني من هالشغل ما بقدر اذا صرت احكي زيه بتعلم فرنسي ومصير نحكي انه هي فرنسي فرنسي جو سوي بابا اللغه الرومانسيه الفرنسيه صرت تحكي له كواسون بونسوار كواسون بونسوار اوكي بس ما رح نقول رضا راح اخ خلاص؟ يا دايما مين هذا؟ باريتيوب بحسه حلو كثير بعد ما تتزوجي بتعرف شكله زي كانه شاب بتزوج وحده من قبل طب بس ما هو مسوي داري؟ حطه زوج بس بضحك الزلمه كثير نهفه قلب البنت انك تضحكها تفتح قلب البنت انك تضحك كلام صح فلا راح احط صراحه زوج هنودي بحب صراحه محتوى بحضر هنودي بس بحس انه هيك ما بعرف ما بشوف لا خلصت هيك خراب يا ليش بس هيك هو الكونتنت تاعه حلو كثير انا صراحه بتابعه بس ما بتخيل حالي متزوجيته او انه يكون اخوي او صديق خلاص بس عدم ما في فيلم باي خلاص باي بيسلم ولا انس بالضبط بيجوا مع بعض فكت انس يعني انس يعني اسمع انا انس ليه ما بقدر احطه ولا من ايش من هدول لانه هي اوريدي هاز هيز جيرل بيسان طيب كانت كومبيت وذ ذات لايك يعني احمد عشان بشتغل معي يا جماعه لازم اضبطه احمد مش عارفه اخ نو برو مش لازم اخوي كبير نو بحس زوج احتياط زوج او زوج احتياط يا اخ يا زوج احتياط اقول لك لزوج احتياطي هلا الاخ ما بيصير زوج طيب اوكي الاخ ما بس مثلا احمد يعني بخدن على بعض بعد ما يموت زوجك بواسيك بكون بالضبط فبقول لي بطلب ايدك بتزوجك عشان اواسيك والله كفو احمد خلص رجال احمد يعني ممكن ما يصير ما نتزوج اصلا فاهم الا اذا واحد من هذول ماتوا نيكست وسي مروه اخ طبعا هذا ادم nothing او عند اخ فبخليه عند اخ عشان يواسي اخو عشان هم الاثنين حيكونوا زعلانين انك ما تزوجتي ولا ما تزوجت صبا فحيواسوا بعض صح لكم اوكي يلا عندنا ناجي عندك جيرل فريند
ناجي كان مدور على عروس. كأنه عندنا شاب الجاي شاب وردة جميل جدا، شخصية خلابة، حركتك حلو، مش ضابط هاي اليوم. طيب عمر انا ايش راح احطك هون؟ لا ابدا مع الناس مره اكو because you're nothing. اي برو because you're nothing. اوه ماي جاد راح الحين عليك احطك اخ عشان توسي احمد حبايب والله. انه سيريوس اقوى شاب شخطه بنت بس انه كل طلع كل مكان لكن هو بالبطاقه هو هيك واحد من نوع ما في اي حدا بالدنيا بيشبهه هو ساهر منذر. ساهر منذر مرقيت الشباب خلص الشباب ايش هذا عمر؟ انا مش فاهم. او ماي جاد مش عارف كيف مش شايف اللي انا شايفه فيه. امزح والله ما امزح. زوج مين؟ ايش على صديق؟ لا 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 ده غلال على صديق. ما بصرت غيره. نو زوج احتياط. نو خلاص بس ينزل المكان. بس ينزل المكان خلاص لازم ينزل. نو 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 خلاص عليك انت سوري. تحطين زوج زوج احتياط. انبسطنا بتزويجك اليوم. يعني طلعت باربع عريسات عريسين عريسين طلعت باربع عنا مو فلوجز وعنا احمد وعنا بالي عندك غيث بس غيث هيك غيث لحال غيث وعبود جبراي زوج احتياط واحمد كمان مره زوج احتياط نايس طلعت بشغلات كثير طبعا نو اوفنس تو اول اوف ذم هون بنحبكم كلكم والله بنحبكم كلكم عمر كثير انبسطت فيك اليوم يا رب ما تصدقوا يا جماعه شكرا انك زوجتني يعني اخترت لي صراحه ناس مناح اليوتيوب شانل تاعته تحت رح اعمل له سبسكرايب رح احط لكم انستغرام يوتيوب وبس بشوفكم باي جاي يلا باي هاي الديسكربشن هاي اليوتيوب فيديو هاي دانا هاي الديسكربشن هاي الديسكربشن تحت هاي اليوتيوب